بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم من كنوز السنة لا يعلم أكثر الناس، هو الإمام البيهقي في شعب الإيمان. إذا كان يوم حر شديد ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماوات والأرض، إذا قال عبد لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم أجرني من حر جهنم. فيقول الله تعالى لجهنم: إن عبدا من عبادي استجارني من حرك، أشهدك أني قد أجرته. وإذا كان يوم برد شديد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماوات والأرض، إذا قال عبد: ما أشد برد هذا اليوم؟ اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله تعالى لجهنم: إن عبدا من عبادي استجارني من زمهريرك، أشهدك أني قد أجرته. فقال الصحابة: يا رسول الله، وما الزمهرير؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر، فتتميز أعضاؤه من شدة البرد، يعني أعضاؤه تتقطع من شدة البرد. يصحح الحديث ده القوي إيه؟ الحديث العظيم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله: اشتكت النار إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، قالت له: يا رب، أكلي بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها في زفرتين، زفرة، فأذن الله لها تعالى بزفرتين، زفرة في جهنم في الصيف، وزفرة في الشتاء، فما تجدونه من حر الصيف إنما هو زفرة من زفرات جهنم، وإنما تجدونه من برد الشتاء إنما هو زفرة من زفرات جهنم. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: ابردوا لصلاه الظهر في الحر، فان الحر من قيح جهنم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بالحر الشديد، ابتلانا بالبرد الشديد، حتى نتعظ ونعتبر ونذكر الاخره ونذكر النار، لان النار فيها عذاب شديد بالحر وفيها عذاب شديد بالبرد. كلمه زفره معناها ايه؟ معناها نفخه. يعني ربنا سبحانه وتعالى اذن النار، يعني الحر اللي احنا بنعانيه الان في الصيف هو عبارة عن زفرة واحدة من زفرات جهنم، وكذلك الشتاء. يبقى انت لو قلت الدعاء العظيم ده، كل ما تفتكر، كل ما تحس بالحر الشديد، كل ما تحس بالبرد الشديد، ربنا سبحانه وتعالى يستحي منك ويحرم عليك النار، لانك بتعتبر وبتتعظ، لان الحر ده جزء صغير جدا، واحد على 100 ألف، اقول ايه، واحد على مليار 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 من عذاب جهنم اللي احنا بنحس بيه ده. ففي فرق كبير قوي بين المؤمن اللي بيتعظ ويعتبر والمؤمن اللي ما بيتعظش وما بيعتبرش. فيكتب لك، يتحرم على النار ويكتب لك الجنه بالدعاء العظيم ده، لانك بتعتبر وتتعظ. وفرق كبير من الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والذين يعقلون والذين لا يعقلون. واحد بيحس بالحر يفتكر حر الجنه، واحد بقى بيفوت عليه الحر ما بيحس، ما بيتعظش ما بيعتبرش. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا ولكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. مش ربنا قال كده في سورة التوبة؟ فيا ريت نتعظ ونعتبر. ولما تحس بالحر الشديد والبرد الشديد قول الدعاء ده: عسى أن يكون سببا في نجاتك من النار، من حر النار ومن زمهرير النار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي، أكتبه لكم في الوصف.